احنا في هذا موجودين في هذا النهار الكبير ديال تقديم وثيقه الاستقلال، وفرحانين بهذا النهار نتلاقاو مع خوتنا المغاربه ونتبادلوا الاراء، نتبادلوا التجارب وشنو كنخدموا في هنايا وشنو كنديروا، ونتلاقاو كنعملوا علاقات جديده مع الناس، مع الجمعيات، مع السفاره، مع القنصليات. هذا النهار يعني واحد النهار كبير اللي موجودين فيه هنايا، والحمد لله اللي المغاربه ديالنا كيديروا بحال هاد النهارات اللي نتلاقاو فيهم. هي بعدا صله رحم وتعارف ونعرفوا الجديد على بعضياتنا.